لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. أخلاق الرجال الذين دائما ذكرهم الله سبحانه وتعالى بالمدح تتضمن، إضافة إلى ما سبق أن ذكرنا، العدل والتوسط في شيم النفس بين الإفراط والتفريط. العدل والتوسط في شيم النفس، يعني في أخلاق النفس وأحوالها، بين الإفراط والتفريط. في كل الأخلاق هناك طرفان ووسط، هناك طرفان ووسط، والخلق الحسن وسط بين الإفراط والتفريط، فالجود وسط بين التبذير والبخل، يعني خلق الجود والكرم هو خلق متوسط بين التبذير وبين البخل، فهو ينفق الأموال بسخاء في موضعها. أما التبذير فدرجتان: درجة محرمة ودرجة مكروهة. فأما المحرمة فهو أن ينفق ولو جنيه واحد أو درهم واحد في حرام، وكذلك أن يأخذ من أموال الناس وينفقها ولا يجد لها ردة، وبالتالي تلقائيا لن ينوي ردها، وإنما يحدث نفسه بالرد بغير عزيمة على ذلك، لأن الذي يقترض من الناس مثلا ولا يفكر في طريقة القضاء ويوسع على نفسه وعياله من أموال الناس فيضيع الحقوق، فهذا مبذر. ومثل هذا من يعلم دخله مثلا، راتبه الشهري، فإذا قبضه أول يوم أنفقه كله في التوسعة على العيال وعلى النفس، ويأتي بأفخم أنواع الأطعمة، ثم بعد ذلك طول الشهر يتكفف الناس، ويدخل في ذلك أن يتصدق بحيث يسأل الناس بعد ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم غلظ ورمى ببيضة من ذهب في وجه إنسان جاء يتصدق بها، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه يبقى بعد ذلك يتكفف الناس. يأتي أحدكم بماله يتصدق به ثم بعد ذلك يتكفف الناس؟ فهذا كله في التبذير المحرم، لأنه فيه تضيع للحقوق، إما حقوق غيره أو حقوق من لزمته نفقتهم. إذا لم يحسن القصد والتوسط فإنه يضيعهم بالإنفاق المتوسع فيه الذي يؤدي إلى عدم كفايتهم. وليس التوكل على الله عز وجل أن تنفق كل ما في يدك ثم تتكفف الناس وتقول أنا متوكل، إنما يصح ذلك التوكل وأن يقول تركت لهم الله ورسوله، لمن عنده كسب مستمر
يغلب على ظنه أنه يجد كفايته بالعمل والتجارة التي له عند الناس، أو أنه سوف يأخذ بجاهه بضائع ثم يسدد بعد ذلك والناس يعطونه، فصاحب السمعة الحسنة الناس ترضى أن تعطيه بدون رأس مال يدفعه، لأنهم يوقنون بأنه يسدد في الموعد، يسدد الثمن في الموعد. فمثل هذا هو الذي يجوز له أن يفعل، أن يتصدق بماله كله أو بنصف ماله أو نحو ذلك. هذا النوع الأول. أما النوع المكروه فهو كثرة الإنفاق في المباحات مع عدم تضييع الحقوق. التوسع في المباحات، يركب أفخر المراكب ويسكن في القصور والفلل، وهو عنده اتساع، ولكن بلا شك أن هذا يقلل من نفقته في الخير، ولا شك أن هذا يؤدي إلى تعلق القلب بالدنيا بدرجة أو بأخرى، فيتعود على نمط معين من الحياة، ويتعود أولاده كذلك، حتى يشق عليه وعليهم ما تحتاجه خدمة الدين والعمل من أجله من تغير أحوال. فقد يخرج في الجهاد، أين يبيت؟ يبيت على التراب وفي الصحراء وفي الجبال. وكذلك إذا اقتضى الأمر أن أسر، حبس، فإنه قد يبيت في السجن، وهذا الأمر يدفع كثيرا من الناس الذين تعودوا على نمط معين من الحياة إلى الانهيار التام، وإلى أن يفقد الإنسان الالتزام بمبادئه، ونسأل الله العافية. فمثل هذا النمط من الحياة الذي فيه اتساع كثير يجعل الإنسان لا يقدر أن يتعرض لأي سبب من الأسباب لنقص في ذلك، هو وأهله وأولاده. وربما فتنوا، أبلغني أحد الإخوة منذ قليل أن امرأة، يعني المفروض أنها من أسرة ملتزمة وزوجها محبوس، فواحد يعلق توكلوا على الله فإنه عز وجل يعني نعم الوكيل، فكتبت وهو حاسس بيا وعارف اللي أنا فيه، فتنت وفتن زوجها. لا نعرف من أنا لم أسأل عن ربنا سبحانه وتعالى. فتأمل مثل هذا الأمر، لماذا؟ لأنهم تعودوا على تعلق القلب بنمط من الحياة، ضاق هذا الأمر ولم يعني يلده الإنسان اللي حتى اللي يتعلق قلبه عز وجل بأهله أو بأولاده تعلقا يصل إلى العشق، يؤدي به الأمر إلى أنواع من الضرر، لا يستطيع أن يستغني، وربما يبيع أشياء من الطاعات، وربما وصل الأمر إلى أن يبيع دينه كله إذا تعلق قلبه بشيء من الدنيا. وهذا هذا التعلق المرضي يمكن أن يدخل في المحرم، هذا تبذير في العلاقات الاجتماعية. وقد حكيت لكم قبل ذلك قصة الشاب الذي سافر أبوه إلى أمريكا مع الأسرة، والشاب كما هو معلوم في تلك البلاد تعلق قلبه بفتاة، والفتاة نصرانية، فأتى إلى أبيه يكلمه أنه يريد أن يتزوج منها، وهم يأبون إلا أن يتنصر، وهو يكلم أباه في التنصر. فقال وأين الله وأين الرسول وأين القرآن؟ فقال له ربنا حاسس بيا، نفس اللفظ اللي أنا سبحان الله تعجبت النهاردة لما سمعت الكلمة دي، والكلمة التانية سمعها مثلا من 15 سنة، فقلت سبحان الله الناس بتكفر والعياذ بالله عشان شدة التعلق بشيء من الدنيا بأي شيء كان. ف
فمن التبذير ان الانسان يكون يعني منفق نفقة شديدة وفي المباحات. طبعا لو قلنا في ده درهم واحد في الحرام فضلا بقى عن ايه؟ عن اكثر من ذلك، ده كله اسمه تبذير محرم. فلو هو في المباحات دي قلبه يتعلق واولاده يتعلقون، والاولاد خصوصا اللي ما تربوش على اي نوع من التقشف والصعوبة في الحياة يكون حالهم اصعب من ابيهم الذي ربما بذل جهدا طويلا قبل ان يصل الى ما وصل اليه من الغنى او من توسيع النفقة. نسأل الله العافية. الجود نفقة واسعة في ابواب الخير. الجود احسان الى الاهل والجيران والاقارب والسائلين والمساكين والارامل واليتامى وابن السبيل وفي الجهاد في سبيل الله وفي كل ابواب الخير. وهو ايضا لا يرد سائلا، هذا النوع من الجود والاحسان في المعاملات. رحم الله رجلا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا اقتضى، مثل تميم الداري رضي الله عنه. عندما أراد أن يشتري فرسا من رجل قال أتبيعه ب600 جرير؟ نعم، جرير بن عبد الله. فقال نعم، الراجل راضي ب600. فنظر إليه جرير فقال والله إنه لا يساوي 700. أتبيعه ب700؟ هو اللي بيقول للراجل انا هزودك، ده يستحق اكتر من كده. فقال ابيعه ب700. فنظر اليه ثانيه، كل شويه يبص فيه يقول له والله انه لا يساوي اكتر من ذلك. كل بيعمل مناقشه داخليه مع نفسه ان هو يحط نفسه مكان الايه، مكان اللي بيبيع ده، ويلاقي ان هو تساوي اكتر من كده يبقى بينصح له. قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، لغاية ما وصلوا مش عارف لكام بقى، لألف ولا. فكل ما ينظر إلى هذا جود بلا شك، لأن الرجل راضي من الأول بالإيه؟ بال600. وهذا الأمر يدلنا على الأخلاق الحسنة الجميلة. وكذلك الجود وسط بين التبذير وبين البخل. الناحية التانية بقى البخل والتقتير. والبخل ده يشمل أيضا درجتين، درجة محرمة ودرجة مكروهة. فالدرجة المحرمة أن يبخل بالواجب لله ثم للناس، فأن يبخل بالزكاة الواجبة وبالنفقة الواجبة في سبيل الله، فإن الجهاد تجب فيه النفقات. إذا استنفق الإمام الناس في حماية الثغور وفي الخروج في الجهاد وجب عليهم أن ينفقوا بما تأثر لديهم. والبخل المحرم هو أن يمتنع من النفقات الواجبة على أهله وعياله وأبيه وأمه وقراباته المحتاجين الذين وجبت نفقتهم عليه. فمثل هذا بخل محرم، لا يطعمهم بالمعروف ولا يعطيهم ما يلزمهم. وكذلك من لا يعدل بين أولاده، فيبخل على بعضهم ويوسع على بعضهم، فهذا البخل على البعض محرم، وذلك من الصفات القبيحة. وأسوأ البخل الشح، وهو أن يأخذ ما في أيدي الناس ويتطلع إلى ما في أيديهم ليضمه إلى ما عنده. فهذا ليس قد بخل بما لديه فقط، بل يضم أموال الناس إليه العامة أو الخاصة، يعاملهم بالغش والظلم والغصب والسرقة ليأخذ ما في أيديهم إلى ما في يده. والبخل المكروه
هو أن يقتر عليهم مع إمكان السعة، مع إمكان التوسعة، حتى يعطيهم قدر الواجب فقط وغيره يوسع في المستحب. فإن النفقة على الأهل والعيال والضيف منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فإبراهيم ذبح عجلا حنيذا على عدة رجال، وعجلا سمينا ومشويا، ومعلوم أن بضعة رجال لا يأكلون العجل، ولكنه كرم الضيافة، فهذا من الجود. وكذلك في النفقة على الأهل إذا يعني التزم بالقدر الواجب فقط، كأن يطعمهم مثلا مدا كل يوم، مد خبز، ويجيب لهم إدام خل مثلا أو زيت. كان زمان الناس بتعتبر ذلك إيه؟ أوسط الطعام، يحط اللقمة في الإيه؟ في الزيت، ماشي كده. هذا ليس يعني لا يقال عنه لم ينفق، ولكن لا شك أن هذا في زماننا يعد إيه؟ بخلا، أنه يوكلهم كل يوم في الثلاث وجبات فول، ما عندوش غير كده، وعنده ما هو أوسع، لكنه لا ينفق أكثر من ذلك. فلا شك أن هذا بخل مكروه، فإنما يفعل من ذلك ما يفعله أشباهه في الحالة الاجتماعية، وإن كان هذا لم يصل إلى البخل المحرم، نسأل الله العافية. فالتوسط في هذا الباب أمر مهم جدا، سأله النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك القصد في الفقر والغنى. القصد التوسط في الفقر والغنى، وهو فقير عنده توسط، ما يبقاش الفقر ده سبب لأنه بقى يقتر تقتيرا هائلا، بل يعني ينفق ويرجو الخير من عند الله عز وجل. وكذلك في الغنى يكون عنده التوسط، وهذا خير الأحوال. ولو كان عنده كفاية فيتوسط، لا يكون كحال المترفين، فقد ذم الله الترف مرات كثيرة في كتابه عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وكثيرا أو أكثر أحوال الترف أن يقع في الحرام، نادر من يحافظ على سعة حال وترف شديد دون أن يقع في حرام. كما ذكرنا أن هذا قد يدخل في التبذير المكروه. نقول: والشجاعة وسط بين الجبن والتهور. هذا والله باب عظيم الخطر، لأن بعض الناس يجبن عن الواجب فلا يقول كلمة الحق خوفا من لوم اللائمين وغيبة الفاسقين وتنقص المجرمين، فلا يقول الحق خوفا من ذلك في موطن وجب أن يقول الحق فيه. وكذلك من الجبن المحرم من يكون عنده سلاحه وهو مكافئ لعدوه أو إلى نصفه. جيش المسلمين إذا كان على النصف من قوة الأعداء لم يجوز لهم أن يفروا، حرام الفرار في ذلك. ومن يوليهم يومئذ دوره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئتهم فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وأن يمنع الرجل هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه، ولا يوجد من يقوله. وكما ذكرنا فرق بين الإكراه وبين مجرد الخوف. إذا غلب على ظنه أنه يكره أو يقع به ضرر،
فهذا ليس ممن ترك الحق خوف لوم اللائمين. الإكراه عذر معتبر، أما خوف لوم اللائمين فهذا لا يجوز أن يترك الحق من أجله. ولا يخافون لومة لائم، قال النبي وأخذ العهد على عبادة بن الصامت والأنصار، بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وألا ننازع الحق أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وأن نقول الحق لا نخاف لومة لائم. يبقى لوم اللائمين مش معتبر، المعتبر الضرر كما ذكرنا. فمن الجبن أن يترك الإنسان قول الحق خوف لوم اللائمين. والشجاعة أن يقول الإنسان الحق وأن يجاهد في سبيل الله عندما يكون ذلك مشروعا، ولا يخاف لوم اللائمين ولا غيبة الفاسقين. هذه الشجاعة. وكذلك أن يدفع عن نفسه وعرضه وأهله، كما فعل الزبير رضي الله عنه عندما كان مع أم ولد له مع جارية، ومر به لصان فقال له هات المال، فألقى لهما شيئا من المال، فقالوا خل عن الجارية، فأخذ السيف سل السيف فورا وضربهما وقتلهما. أن هذه هي الشجاعة المطلوبة في هذا الموطن. وكذلك الشجاعة في القتال، شجاعة البراء بن مالك رضي الله عنه الذي طلب من الصحابة والتابعين من المؤمنين أن يرفعوه على الدروع وأن يلقوه داخل الباب حديقة الموت التي تحصن فيها مسيلمة وأتباعه، واستحر القتل في الصحابة في الخارج ويحتاجون جدا إلى أن يدخلوا لينهوا المعركة داخل هذه الحديقة والباب مغلق، وهم يقاتلون من وراء الباب بالسهام والنبل وليس هناك مواجهة، فتعرض نفسه بلا شك لخطر موت محقق هو يغلب على الظن. وبالفعل ألقوه ودافع الكفار وقاتلهم المرتدين حتى فتح الباب، فدخل السيل الجارف وانتهت المعركة بقتل مسيلمة وقتل معظم جنوده حتى سميت حديقة الموت. سبحان الله، لسه موجود المكان بتاعها ده في الرياض في مكان معروف هناك، أن هذا هو المكان الذي قتل فيه مسيلمة وكانت فيه وقعت حديقة الموت هذه. والزبير رضي الله عنه عندما اخترق جيش الروم فقالوا يا زبير شد فنشد معك، فقال لن تستطيعوا، فقالوا شد فنشد معك اهجم، فشد الزبير فظل يقاتل وتراجع من حوله من شدة وكثافة جيش الروم في واقعة اليرموك، حتى اخترق جيش الروم إلى الناحية الأخرى من الصحراء، وكان لابد أن يعود لجيش المسلمين، فكان عليه أن يخترق جيش الروم منفردا، فرجع حتى جرح في عاتقه. قال عروة كنت أدخل يعني يدي في جراحه، يعني جرح يوم اليرموك جرح يوم أحد أثناء الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أدخل يدي وأنا صغير ألعب فيهما، دخل إيده جوه كده بس خلاص حفظوا إن في إيه، إن في شجاعة بهذه الطريقة رضي الله تعالى عنه. وشجاعة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك في يعني موقفه في الغار وطمأنينته، ويوم سمعوا صوتا أفزعهم في المدينة فخرج الناس فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم على فرس عري لطلحة، فقال لن تراعوا وإنا وجدناه لبحرا، وجد الفرس سريع الجري، ودي بركة ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم، فرس بطيء ومتعب لكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم انطلق إيه؟ سريعا نحو الصوت، وجد الأمر آمنا، رجع صلى الله عليه وسلم والناس ما زالوا يستعدون للخروج صلى الله عليه وسلم.
وقالوا كنا إذا اشتد البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التهور فهو الإقدام في غير موضع الإقدام، أن تتلقى الطلقات بصدور عارية كما كانوا يزعمون للأتباع وغفلوهم حتى قتل من قتل منهم وكأنهم كانوا يريدون قتل الناس. فالتهور أن يقدم على عدو كثيف هو أقل من عشره، أقل من عشره ليه؟ أقل من نصفه يجوز، لكن أقل من عشره يعني هو الوعد موجود يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، الوعد ده لم ينسخ، لكن الوجوب هو اللي نسخ، وجوب الثبات، وجوب الثبات إلى أن يكون على النصف من عدوه. طب إذا زاد على ذلك وما عندهمش غلب الظن لما يكونوا أقل من العشر، وما عندهمش غلب الظن بالظفر بعد ما قتل الثلاثة القواد رضي الله عنهم، زيد بن حارثة ثم جعفر ابن أبي طالب ثم عبد الله بن رواح، وجيش الروم تبين أن وصول المدد الوقت يعني يحتاج إلى وقت طويل قبل أن يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم المدد، وجيش المسلمين 3000 وقد قتل منهم من قتل، وجيش الروم 100,000 3 إلى 200 يعملوا كم؟ يعملوا 1.5% مش أقل من العشر، ده قرب يعني 1 إلى 100 ربما يكون أو أكثر كثيرا. وهذا الأمر لم يغلب على الظن فيه الظفر بهذه الطريقة، وتبين أن العدو كثيف جدا في العمق، ممكن يكونوا الصحابة اللي بدأوا القتال شايفين اللي قدامهم فقط، ولما جد القتال ظهر من وراءهم، فليس ممكنا الاستمرار في القتال. فخالد بن الوليد رضي الله عنه بكفاءته العسكرية وعقله الفذ غير الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والمقدمة مؤخرة والمؤخرة مقدمة ليرعب الروم بأنه قد جاءهم مدد، في نفس الوقت الذي أمر الناس أن يتراجعوا خطوة خطوة إلى الصحراء حتى ابتعد عن جيش الروم وكفى الله المؤمنين القتال، ثم رجع إلى المدينة. فقال له بعض الصحابة أو قال لهم بعض الصحابة أنتم الفرارون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنتم العكارون إن شاء الله، الذي ينسحب ليهجم بعد ذلك. ولم تمر 5 سنوات إلا وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه من فاتح الشام حتى فتحت أكبر المدن رضي الله تعالى عنه، وكان ذلك هو العقل التام. غزوة مؤتة تبين لنا ما ينبغي أن يفعله المسلمون، لابد أن يقيسوا عدد عدوهم وعدته وكفاءته وكفاءتهم بالنسبة إلى تلك الأعداد، وليس أنه لا يلتفت إلى أعداد العدو وقوته ويقول أتوكل على الله وأنتظر المدد من الله، ليس هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل ظل سنوات لا يقاتل 13 عاما، ثم بعد ذلك كان يقاتل من قاتله 5 سنوات لم يبدأ بقتال إلا من قاتله أو نقض عهده، ثم بعد غزوة الأحزاب قال الآن نغزوهم ولا يغزونا، لأنهم كسروا في غزوة الأحزاب ولن يجتمع أبدا أكثر من هذا العدد. وبالفعل لم تمر 3 سنوات إلا وقد فتحت مكة بفضل الله عز وجل. من 5 سنوات غزوة الأحزاب 5 هجرية، وفتح مكة كان 8 هجرية. وبعد ذلك انطلق المسلمون لما اجتمعت الجزيرة العربية بعد فتح مكة، غزا النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، بدأ يغزو الروم، فلما وجد كثافة العدو وقلة الزاد وقلة الظهر وكثرة العطش وقلة الماء رجع صلى الله عليه وسلم، بإضافة إلى أن العدو كان عميقا
هو لم يجد العدو مباشرة، لكن لو هيخش جوه إلى الشام إلى القدس مثلا هيجد كثافة العدو، وليس عندهم من الطعام والمركب ما يقتحم به هذه البلاد. الرسول كان قائدا عسكريا فذا في الشجاعة وفي الحكمة، فالشجاعة وسط بين الجبن والتهور. التهور كلف المسلمين يعني مئات الألوف من القتلى، بل ملايين القتلى، في دخول في صدامات غير محسوبة العاقبة، أو هي محسوبة العاقبة ضد المسلمين. ونسأل الله العفو والعافية، وأن يفرج عن المسلمين كرباتهم، وأن يرد إليهم مقدساتهم وديارهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.